مرحبا بك سي عبد العزيز الشخري، كيف الحال؟ لاباس؟ مطمئن؟ مرتاح؟ اقرأ من قوله جل وعلا من سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. حسبك، بارك الله فيك. افتح المصحف من سورة الأنبياء، قول الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة، شكرا. بارك الله فيك الأخ عبد العزيز شكري من مدينة الجزائر العاصمة، تفضل. مشكور.